لما بقول احنا دوت بقصد كل فريق من القلب القلب، كل العاملين على البرنامج دوت اللي بوجه لهم دايما كل الاحترام وكل التقدير سواء في الاستوديو او بره. دايما بنحاول ان احنا نقدم لكم افضل ما عندنا، وعشان كده حملتنا مستمره، حمله انا ايجابي بكل الايجابيه. بنطلب من حضراتكم انكم تشاركونا الحمله. حمله انا ايجابي عمرها ما هتنجح احنا لوحدنا، هي بتنجح بيكم انتم، بمجهودكم انتم، بتجاربكم انتم. مطلوب منكم ببساطة تدخلوا على صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك وتكتبوا لنا قصة أو تجربة أو موقف حصل في حياتكم غير فيكم وخلاكم تنموا أن أنتوا تكونوا ناس إيجابيين في الحياة. وزي ما دايماً بأكد وبشرح أن الإيجابية مش فقط أني أكون متفائل بغد أفضل، دي طبعاً نقطة مهمة، إنما الإيجابية أني ما أقفش عند الماضي، عند تجربة مريرة مريت بيها واستسلم ليها استسلام تام وأكون شخصية سلبية. الإيجابي هو اللي بيطور وبيتعلم من الماضي بتاعه، ومن النهاردة بيقرر أنه يعمل حاجة وعنده حسن ظن في الله إن بكرة أحلى.